جولة في الصحافة حول العالم وإليكم أبرز العناوين. غارديان تسلط الضوء على جدل في بريطانيا بشأن التعامل مع فتيات داعش وعائلاتهم. بيلد الألمانية تنشر تفاصيل الهجوم الروسي المحتمل على أوكرانيا وفقا لتقديرات الناتو والمخابرات الأوكرانية. ميقاتي يتحدث للنهار اللبناني عن صفحة جديدة من العلاقات مع السعودية. جدل في بريطانيا بشأن تعامل الشرطة مع العائلات التي انضم أحد أو بعض أفرادها إلى تنظيم داعش في سوريا. صحيفة غارديان كشفت التفاصيل في تقرير تحت عنوان عائلات الفتيات اللاتي يلتحقن بداعش في سوريا تقول إن الشرطة البريطانية تعاملت معهم كمجرمين. قالت الصحيفة إن السلطات البريطانية متهمة باستجواب الآباء الذين جاءوا طلبا للمساعدة عندما اختفت بناتهم اللاتي التحقن بتنظيم داعش في سوريا، إذ تمت معاملة الآباء في البداية كمشتبه بهم ثم تخلت عنهم السلطات، حتى أن أحد الآباء قال إنه تم التعامل معه كمجرم. ونقلت الصحيفة عن أحد الآباء قوله إنه اهتمام الشرطة كان منصبا على الحصول على معلومات استخباراتية عن تنظيم داعش وليس محاولة مساعدته في العثور على ابنته، بينما قال آخر إن الشرطة تداهمت منزله بعد طلبه للمساعدة. وأضافت الصحيفة أن شهادات هذه الأسر كشفت عنها جلسة برلمانية الأسبوع الماضي، وأنهم يعتبرون تخلي الحكومة البريطانية عنه يضر بالمكانة الدولية للمملكة المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن شهادة العائلات تأتي في أعقاب تقرير صادر عن منظمة ريبريف الخيرية، والتي وجدت أن ثلثي النساء البريطانيات المحتجزات في شمال شرق سوريا تم إكراههن أو تهريبهن إلى المنطقة، بينما ترفض الداخلية البريطانية النظر في إعادة النساء والأطفال إلى وطنهم، بل إنها سحبت جنسية معظمهم. تنضم إلينا من لندن عزة زفتاوي الكاتبة الصحفية والباحثة السياسية. سيدة عزة، يعني تقييمك لهذا الأمر يعني برمته عن شكوى العائلات وعن تعامل الشرطة والحكومة البريطانية مع هذا الملف. صباح الخير. أعتقد أنه الحكومة البريطانية منذ الوهلة الأولى وهي تتعامل مع هذا الملف أو هذه القضية، قضية البريطانيين الذين سافروا إلى الانضمام ضمن صفوف داعش في شمال شرق سوريا، تتعامل معها من وجهة نظرها فيما يتعلق بقضية الأمن القومي والصالح العام وأيضا علاقات بريطانيا الدبلوماسية. هي ترى أن هؤلاء الأشخاص الذين سافروا إلى سوريا للانضمام لداعش يسببون خطرا شديدا على الأمن القومي البريطاني. وهي حاولت وفقا للتقرير الذي بثته صحيفة ونشرته صحيفة الغارديان أنه كان من الممكن أن تتعامل مع هؤلاء العائلات لهذه الشخصيات للحصول على المزيد من المعلومات الاستخباراتية التي تصب بالفعل فيما تبحث عنه ويتعلق بالصالح العام. طيب، يعني هنا قد يبدو من المنطقي بالنسبة لوجهة نظر الشرطة أن الأولوية هي الحصول على المعلومات، وأنه يتم التشكك في يعني لجوء العائلات حتى إلى الشرطة أنه يمكن أن يكون ضمن خلية داعشية مثلا. يعني كيف تقيمين هذا المبرر أو هذا المنطق؟ أعتقد أن الحكومة البريطانية لديها من المنطق، كما نعلم أن الأوضاع كانت شائكة وفقا للمعطيات على الأرض في ذلك الوقت منذ عام 2015 عندما سافرت ثلاث فتيات أقل من 18 سنة إلى سوريا. كانت هناك الكثير من المعطيات وفقا للقصص التي والروايات التي كانت تصدر عن تنظيم داعش في ذلك الوقت والفضائيات التي ارتكبت وأيضا التهديد الذي مثله على الأمن القومي لبريطانيا. وبالتالي بريطانيا تعاملت كما قلنا في البداية مع هذه القضية على أنها قضية تضر الأمن العام أو الأمن القومي في بريطانيا، وبالتالي لن تسمح بعودة هؤلاء الأشخاص أو العائلات إليها مرة أخرى. وأيضا قامت باتخاذ إجراءات سريعة منها سحب الجنسية لتقفل الباب أمام احتمالية عودة هؤلاء مرة أخرى، كما ترى أنه تم عمل غسيل
أدمغة لهذه الفتيات أو لكل الأشخاص الذين سافروا وتم استدراجهم إلى شمال شرق سوريا للانضمام إلى داعش، وبالتالي هي تحرص على أن تتعامل مع هذه القضية من الوجهة الأمنية. وأيضا هناك بعض من يقول أن بريطانيا أو الحكومة البريطانية تحديدا في ظل حكم حزب المحافظين تريد أن تحقق نقاط سياسية، لأنه كما نعلم هناك أصوات عالية في داخل حزب المحافظين ترفض بالفعل عودة هذه العائلات أو هؤلاء الأشخاص مرة أخرى إلى بريطانيا. طيب، يعني هنا الصحيفة لم تركز الضوء على الفتيات التي سافرن إلى سوريا، بل على العائلات التي اشتكت أنها تعاملت الحكومة معها كمجرمين أو مشتبه بهم. هل هنا الحكومة محقة في هذا التعامل كي تحصل على المعلومات؟ وفقا لمقتضيات حقوق الإنسان وكما نشرت العديد من المنظمات الحقوقية في هذا الإطار، وأيضا محامي هذه العائلات ترى أنه ليس من حق الحكومة البريطانية أن تتعامل من وجهة نظرها كتعامل مع هؤلاء الأشخاص كمشتبه بهم أو كمجرمين كما ذكر أحد الأباء الذين تخصهم هذه القضية. أيضا يقال أنه الحكومة البريطانية من وجهة نظر هذه المنظمات الحقوقية تخلت عن مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة، وكان من الممكن أن تتفاعل أو تتعامل الحكومة البريطانية بشكل مختلف، أن تساعد هذه العائلات عندما لجأت إليها، أن تحاول أن تجد طريقا للتواصل والتعامل مع الفتيات أو من هربنا أو التحقنا بتنظيم داعش في شمال شرق سوريا. لابد أيضا هنا أن نشير إلى أن الحكومة البريطانية الآن ربما هذه القضية ظهرت مرة أخرى للأضواء وللإعلام، لأن الحكومة البريطانية الآن وخاصة وزارة الداخلية البريطانية بصدد التصديق على قانون جديد تقدمت به إلى البرلمان، ناقشه وتمت قراءته لمرتين. هذا القانون مثير للجدل، القانون هو قانون الجنسية والحدود الجديد الذي يسمح بالفعل للحكومة البريطانية أن تقوم بسحب الجنسية دون اختار للشخص المعني بسحب جنسيته إذا كان يمثل ضررا للصالح العام أو للأمن القومي. هي ترى أنه الجنسية امتياز وليست واجب، وإذا قام أي شخص بالإضرار بهذا الالتزام القانوني فيمكنها بالفعل أن تسحب الجنسية دون رجوع إليها. إذن من لندن عزة زفتاوي الكاتبة الصحفية والباحثة السياسية، شكرا جزيلا لك. نواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. بوليتيكو تتحدث عن الهجوم الروسي المزعوم على أوكرانيا في مقال بعنوان اختيار بوتين، حرب ساخنة أم صراع شديد التجمد. فورميكيا الإيطالية تستعرض التوقعات بشأن اللقاء الافتراضي بين الرئيسين الأمريكي والروسي تحت عنوان قمة بايدن بوتين الثلاثاء، تخشى الولايات المتحدة هجوما على أوكرانيا في 2022. بلومبرج تتحدث عن لقاء متوتر بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة في ستوكهولم، وتصف المحادثات بأنها تبادل الآراء بشكل حاد بشأن أوكرانيا. واشنطن بوست تنقل تحذيرا أمريكيا لإيران بأن واشنطن لديها أدوات للتعامل مع طهران حال فشل المحادثات النووية. لا جازيتا الإسبانية تنقل عن نائب وزير الخارجية البولندي اتهامه السلطات البيلاروسية بتقاضي 10,000 يورو لكل عراقي مقابل نقلهم إلى الحدود مع بولندا. تساور الدول الغربية الكثير من المخاوف حيال إقدام روسيا على غزو أوكرانيا رغم نفي موسكو لهذا الأمر. صحيفة بيلد الألمانية نشرت تقريرا حصريا يرسم كيف يمكن لروسيا غزو أوكرانيا، جاء ذلك تحت عنوان هذه هي الطريقة التي يمكن أن يدمر بها بوتين أوكرانيا. كشفت الصحيفة عن تفاصيل خطط غزو روسيا لأوكرانيا وفقا لتقديرات من دوائر خاصة بحلف شمال الأطلسي عن مشاركة أكثر من 17,000 جندي روسي في الهجوم، مضيفة أن الكرملين لم يقرر بعد ما إذا كان سينفذ الخطط أم لا.
وقالت الصحيفة إن الهجوم مخطط ليتم تنفيذه أواخر يناير المقبل أو مطلع فبراير على 3 مراحل، مشيرة إلى أنه على وقع هذا الهجوم فإن روسيا قد تحتل ما لا يقل عن 1/3 أراضي أوكرانيا. وأوضحت الصحيفة أن المرحلة الأولى تتضمن احتلال جنوب أوكرانيا من أجل عزلها عن البحر وبالتالي قطع الإمدادات، والمرحلة الثانية تستهدف إضعاف القدرات العسكرية الأوكرانية في جميع أنحاء البلاد. أما المرحلة الثالثة فتنضوي على تقدم الجيش الروسي صوب العاصمة الأوكرانية كييف من الشمال. وأشارت الصحيفة إلى أن الكرملين قد هدد بأن الحرب ضد أوكرانيا ستكون حتمية إذا لم تتخلى حكومتها عن خططها المزعومة لاستعادة دونباس والتي تحتلها روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. لا تزال أزمة اللاجئين والمهجرين العالقين على حدود بيلاروسيا وبولندا تحظى باهتمام الصحف العالمية. صحيفة أو مجلة دير شبيغل الألمانية سلطت الضوء على معاناة المهاجرين على الحدود في تقرير تحت عنوان اللاجئون في بيلاروسيا بين الترحيل والعودة إلى الحدود. وقالت المجلة إن حكومة بيلاروسيا تزيد الضغوط على اللاجئين الذين أكد معظمهم أن المستودع الذي نقلوا إليه في منطقة حدودية بمدينة غروندو البيلاروسية سيتم إزالته. وأضافت المجلة أنه تم إبلاغ اللاجئين العالقين في بلدة غرودنو البيلاروسية الواقعة على بعد 1 كيلومتر من بولندا بأن عليهم الاختيار بين الترحيل إلى بلادهم أو الانتقال إلى المناطق الحدودية، حيث يعانون نقص المواد الغذائية ومياه الشرب، كما يضطر الكثير منهم إلى النوم على الأرض في ظل انخفاض درجة الحرارة التي تنخفض إلى ما دون الصفر. وأشارت المجلة إلى أن مصير المهاجرين بات مجهولاً مع تراجع السلطات في بيلاروسيا عن وعودها بتقديم الدعم لهم، مضيفة أن العديد من اللاجئين خاصة السوريين يخشون العودة إلى بلادهم خوفاً من تعرضهم لملاحقات أمنية. الصفحة الأولى مستمرة معكم من قناة الغد وفيها بعد الفاصل. نيويورك تايمز تكشف تزايد الطلب على اللقاحات في الولايات المتحدة مع انتشار أوميكرون. أهلا بكم من جديد. سلطت الصحف اللبنانية الضوء على مبادرة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لحلحلة الأزمة بين لبنان ودول الخليج. صحيفة النهار اللبنانية كشفت عن تفاصيل الوساطة الفرنسية في تقرير تحت عنوان بعد المبادرة الفرنسية السعودية ميقاتي، يكشف تفاصيل المحادثة مع الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي. وقالت الصحيفة إن المبادرة الفرنسية السعودية حملت معالم انفراجة إلى الداخل اللبناني، لا سيما الاتصال الثلاثي بين ماكرون ومحمد بن سلمان ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي. ونقلت الصحيفة عن ميقاتي قولة إن الاتصال فتح الباب أمام صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان والسعودية لا يعتريها أي شوائب، مشدداً على أن لبنان لا ينسى وقوف السعودية وسائر دول الخليج إلى جانب اللبنانيين في كل الأوقات. وأضافت أن ميقاتي أكد لولي العهد السعودي عزم لبنان على العمل لتعود العلاقات إلى سابق عهدها، وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الأساسية التي من شأنها أن تفتح الباب مجدداً لدعم لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها. ونقلت الصحيفة عن ميقاتي دعوته إلى كافة الأطراف في لبنان إلى أن تقدر دقة الأوضاع والظروف وعدم الإقدام على أي أمر أو تدخل في أي شأن يسيء إلى الأشقاء العرب ويلحق الضرر باللبنانيين، وقد آن الأوان للالتزام مجدداً بسياسة النأي بالنفس وعدم إقحام أنفسنا ووطننا بما لا شأن لنا به. تزايد القلق في الولايات المتحدة مع انتشار متحور أوميكرون، خاصة مع قدوم فصل الشتاء في ظل انتقادات لتعامل السلطات الأمريكية مع الجائحة. صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى هذا الأمر في تقرير تحت عنوان تزايد الطلب على لقاحات كورونا في الولايات المتحدة مع انتشار أوميكرون. قالت الصحيفة إن العديد من العيادات الخاصة بالتطعيم تشهد ازدحاماً وتأخيرات في حجز مواعيد تلقي اللقاحات، ما أدى إلى اصطفاف الأمريكيين أمام العيادات، مشيرة إلى أن هذا الأمر نجم بشكل جزئي عن الدعوة إلى الحصول على الجرعة المعززة من لقاحات كورونا.
وأشارت الصحيفة إلى زيادة الضغوط على الأطقم الطبية العاملة في برنامج التطعيم في الولايات المتحدة الأمريكية مع النقص الكبير في العمالة، ولفتت إلى قول مسؤول أمريكي إلى أن الولايات المتحدة لديها نظام متوتر لتقديم الرعاية الصحية. وأضافت الصحيفة أن الطلب على اللقاحات ارتفع من 1,000,000 جرعة يومياً خلال أكتوبر الماضي إلى 1,500,000 يومياً خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت الصحيفة إن الرهان الأكبر بالنسبة لإدارة بايدن يتمثل في تسريع التطعيم رغم عدم اقتناع الكثير من الأمريكيين بإدارته للأزمة الصحية. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها. لوفيغارو الفرنسية تنشر أو تتحدث عن تفاصيل الاتصال الهاتفي والذي أجراه ماكرون ومحمد بن سلمان مع ميقاتي في إطار المبادرة الفرنسية لحل الأزمة بين لبنان والسعودية. جمهورية تركيا تنشر تفاصيل نجاة أردوغان من محاولة اغتيال بواسطة عبوة ناسفة أسفل سيارة للشرطة كانت مرافقة له في سيرت جنوب تركيا. صحيفة بيرغون التركية تنشر مقالاً بعنوان استمرار السقوط الحر لتحالف الشعب، موضحة تراجع الأصوات المؤيدة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اللذين يشكلان تحالف الشعب. في بولندا ما زالت مارين لوبان تبحث عن تحالف للقوميين في أوروبا. تحت هذا العنوان تستعرض ليبراسيون الفرنسية اجتماع أحزاب يمينية قومية ومحافظة لبحث رؤية موحدة للاتحاد الأوروبي. جابان تايمز تقول إن السلطات في طوكيو أعلنت عن نظام اختبار BCR يمكنه الكشف عن الإصابة بمتغير أوميكرون. بدأت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني هذا الأسبوع في فيينا بعد انقطاع دام أشهر، ولكن سرعان ما تم تأجيلها. صحيفة واشنطن بوست تناولت أبرز المعلومات عن الاتفاق النووي الإيراني والعقبات التي تحول دون إحيائه في مقال بعنوان استئناف المحادثات النووية في فيينا، إليك ما يجب معرفته عن حالة المفاوضات. الصحيفة أوضحت أن الاتفاق النووي مع إيران هو اتفاقية واسعة النطاق تهدف إلى تقييد برنامج إيران للطاقة الذرية في مقابل تخفيف العقوبات الدولية عليها، وكان الهدف من الاتفاقية هو تقليص الوقت الذي ستستغرقه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية مع إعادة فتح اقتصادها أمام التجارة الخارجية. أوضحت الصحيفة أن إدارة ترامب شرعت فيما وصفته بسياسة الضغط الأقصى على طهران، ما أدى إلى تعميق عدم ثقة إيران في الولايات المتحدة ودوافعها، ومع تعثر الاقتصاد الإيراني وفشل أوروبا في الضغط على الولايات المتحدة بدأت طهران بالتدريج في تقليص التزاماتها في الاتفاقية. وقالت الصحيفة إن المحللين متشائمون بشكل عام بشأن احتمالات العودة الكاملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وقالت إدارة بايدن إنها ستدخل الاتفاق مجددا إذا عادت إيران أيضا إلى الامتثال الكامل، لكن الأولى حذرت من أن صبرها بدأ أو أن الأولى حذرت من أن صبرها بدأ ينفد. وقالت الصحيفة إن بايدن قد يرفع بعضا من العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل، لكن قد يكون من الصعب التراجع عن إجراءات ترامب الأخرى مثل التصنيف الرسمي للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. منذ أكثر من 15 عاماً عندما قرر قادة السودان إنهاء أطول حرب أهلية في إفريقيا، لجأوا إلى الولايات المتحدة القوى العظمى بلا منازع للتوسط في السلام. ولكن وفقاً للخبراء فإن اليوم الولايات المتحدة أصبحت واحدة من بين حشد من اللاعبين الدبلوماسيين، وهي ليست الأكثر حسماً. صحيفة فورن بوليسي تناولت الموضوع في مقال بعنوان معركة الخرطوم تكشف نفوذ الولايات المتحدة المتضائل. الصحيفة قالت إنه في خضم التطورات السودانية في الأسابيع الأخيرة كانت الولايات المتحدة على الهامش إلى حد كبير، كما أنها شهدت انقسامات داخلية في الرأي حول التعامل مع الأزمة السياسية في السودان.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين كبيرين في إدارة بايدن مختصين في الشأن السوداني اختلفا بشأن فرض عقوبات على القادة في الخرطوم، ما كشف عن معركة على النفوذ الدبلوماسي أدت إلى تعقيد الجهود المبذولة لوضع استراتيجية أمريكية مشتركة لحل الأزمة السياسية السودانية. واعتبرت الصحيفة أن أزمة السودان توفر نافذة على الطبيعة الفوضوية والمعقدة في الكثير من الأحيان للدبلوماسية الأمريكية أحادية القطب، مشيرة إلى أن القوى الإقليمية الجديدة تسعى إلى النفوذ في إفريقيا بطرق تتعارض غالبا مع المصالح الأمريكية. وقالت الصحيفة إن أزمة السودان تقدم أيضا دراسة حالة حول كيف أدى عدم اهتمام واشنطن بإفريقيا على مدى عقود إلى زرع بذور تراجع النفوذ الأمريكي عبر القارة. وبالنسبة للمحللين السودانيين فإن الافتقار إلى استراتيجية أمريكية متماسكة سمح للقوى الإقليمية الأخرى بملء الفراغ. استضافت الولايات المتحدة الشهر الماضي قمة أطلقت عليها قمة الديمقراطية، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات والجدل عن هل لازالت الولايات المتحدة منارة العالم في الديمقراطية؟ صحيفة تشاينا ديلي الصينية الرسمية نشرت تقريرا يحمل تساؤلا بعنوان لماذا توقف العالم عن الانخداع بالديمقراطية الأمريكية؟ وقالت الصحيفة إن قمة الديمقراطية التي أطلقتها الولايات المتحدة جاءت في لحظة حرجة، حيث يتساءل الكثيرون حول العالم هل لدى الولايات المتحدة نظام ديمقراطي فاعل؟ وذلك في ضوء الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخراً، خاصة اقتحام الكونغرس إبان الانتخابات الرئاسية العام الماضي. وأضافت الصحيفة أن دراسة حديثة أجراها مركز بايو للأبحاث كشفت عن وجهة نظر سيئة لدى العامة في الدول الغربية بشأن الديمقراطية الأمريكية، خاصة في ظل حوادث التمييز العنصري وتزايد انتشار الحركات الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الديمقراطي الأمريكي أصبح معيباً لأنه لا يمثل مصالح الشعب الأمريكي، إذ تحولت السياسة الأمريكية إلى لعبة أموال، مضيفة أن مجموعات الضغط والنخب باتت المسيطرة على الساسة. وقالت الصحيفة إن الآراء السيئة عن الديمقراطية الأمريكية لم تتوقف على الشعوب خارج الولايات المتحدة، بل وصل الأمر أيضاً إلى الداخل الأمريكي، حيث كشف استطلاع أمريكي حديث أن ما يقرب من نصف الأمريكيين يعتقدون أن الديمقراطية لا تعمل بشكل صحيح في بلادهم. إلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكرا لكم وإلى اللقاء.